المجال الثقافي. ثانيا اللقاء ديالنا اليوم كان فرصه ان نقدموا اول عقد برنامج بين الجهه والدوله لشخص وزاره الثقافه والشباب والاتصال، اللي الهدف منه هو تفعيل البرنامج الثقافي للجهه من خلال اللي هو مدرج في يعني البرنامج الجهوي للتنميه للفتره 2022-2027. واخترنا الثقافة نظرا لعلاقتها مع البشر، مع المواطنات والمواطنين في الجهة وبالخصوص الشباب. فبرنامج كما تتبعته إذا شفنا يعني خلاصة ديالو الأساسية هي فيها أولا عناية بالتراث ديالنا، منهم المادي واللامادي، يعني كنتكلم الماء اللامادي راه كنهضرو على كل الفنون اللي كاينه، وما كنهضرو على المادي كنهضرو على كل المآثر اللي عندنا في الجهه، اللي يعني عندها واحد الغنى كبير واللي خصو يتم التثمين ديالو والعنايه به والتسويق ديالو، لان غادي التسويق ديالو غادي يسوق المغرب ويسوق الجهه. والجزء الثاني هو العنايه بالشباب، المقاوله الثقافيه بالانتاج الثقافي ليكون على غرار بعض الدول المتقدمة قطاع الثقافة من القطاعات الأكبر إنتاجا والقيمة المضافة وخلق مناصب الشغل وخلق المقاولات. فكلكم كتعرفوا إلى واحد الدول اللي كنعرفوها كاملين اللي معروفة بالثقافة هي فرنسا، عندها يعني القطاع الثقافي كينتج أكثر من قطاع السيارات، ما أدراك بقطاع السيارات في هذا البلد، يعني أكثر منه في التصدير أكثر منه في القيمة المضافة أكثر منه في التشغيل. حنا بغينا نمشيو لهذا الاتجاه، لأن هذا قطاع فيه كله مليء بالفرص، فرص لا زالت غير يعني متمنة إلى يومنا هذا. يعني كاين بادرات اللي وكاين يعني نجاحات اللي بدات كتبان الوجود، يكفي أنكم تشوفوا يعني مثلا ان المغرب ممثل في مهرجانات دوليه السينما من خلال بعض المنتجين ديالنا، او كذلك الحضور ديال الفنانات ديالنا والفنانين ديالنا في يعني لقاءات اغنيه دوليه او